شكرا جزيلا. الوقت ضيق، هناخد سؤال لكل وزير فقط. السؤال الاول لوزير خارجيه مصر استاذ سمير عمر، اتفضل من سكاي نيوز عربيه. سمير عمر، سكاي نيوز عربيه. السؤال موجه لمعالي الوزير، ولكن اسمحوا لي سريعا قبل ان اوجه السؤال ان اوجه تحيه اعزاز وتقدير واجلال لزملائنا الصحفيين في قطاع غزه اللي قدموا حتى هذه اللحظه 107 شهداء لم يفعلوا شيئا سوى انهم يسعون لتقديم الحقيقه، فكان ان قتلوا واستشهدوا في غزه، فلهم منا كل التحيه والتقدير. معالي الوزير، الحديث عن اليوم التالي لوقف اطلاق النار، ولكن لا يبدو ان هذا اليوم التالي ياتي. مصر قدمت مقترحات بخصوص اليوم التالي باداره حكومه وحده فلسطينيه في الضفه والقطاع، وايضا كثير من الافكار، ولكن من يستمع الى تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واعضاء حكومته الموصوفه بانها الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل لا يعني يتصور ان هناك وقف اطلاق النار. كيف تقدر مصر هذه الاجراءات الاسرائيليه والتصرفات الخاصه ببنيامين نتنياهو وتاثير ذلك على ما تطرحه من افكار بشان مستقبل قطاع غزه بعد وقف اطلاق النار؟ لا بد من التركيز حول وقف اطلاق النار. لا يمكن ان نتحدث عن امور قد يفهم منها قبول هذا الوضع من الأعمال العسكرية ومن الاستهداف المدنيين ومن هذا الكم من المدنيين 23,000 تلتينهم من الأطفال. إذا جرح طفل فهذا كان يقتضي أن يهب المجتمع الدولي لنصرته وللحفاظ عليه، ما بالك أكثر من 10,000 طفل فقدوا أرواحهم ومزيد منهم تحت الأنقاض، ويعجز المجتمع الدولي على المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى في إطار الجهود التي تبذل للتعامل مع كافة العناصر المتصلة. وقف إطلاق النار، توفير المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في العراء دون مأوى، دون مأكل، دون رعاية صحية، استهداف البنية الأساسية، تدمير تقريبا 70% من المباني في غزة. وأنا أتضامن معك في المواساة وفي الإعراب عن الألم لفقد هؤلاء وفقد الصحفيين. اعتدنا عندما يمس صحفي أن يهب المجتمع الدولي للإدانة والانتقاد، ولم نسمع أي إدانة لهذا العدد الضخم من قتل المدنيين والقتل من الصحفيين واستهدافهم، ومنع دخول الصحافة إلى قطاع غزة ومنع دخول المسؤولين رغم المحاولات المتكررة. فلا بد أن يتم التساؤل، لماذا هذا المنع؟ لماذا هذا التعمد في عدم وجود الرؤية المباشرة للصحافة، للمسؤولين، للوضع المأساوي القائم في غزة؟ بالتأكيد أنه أيضا الاستماع إلى الأطفال الذي فقدوا أسرهم بالكامل ومعاناتهم هي ترقى إلى نفس المرتبة الإنسانية التي يجب أن نتعامل معها مع قضايا أخرى مثل قضايا الأسرى. فالأمر مرتبط بأنه رغم الوضوح في إدانة كل استهداف لمدني اتصالا بأعمال 7 أكتوبر، ولكن لم تكن 7 أكتوبر هي بداية هذا الصراع، ولا نغفل سنوات وسنوات وعقود من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، الاستهداف للفلسطينيين، القتل المتعمد، التهجير من الأراضي، هدم المنازل، توسيع رقعة الاستيطان، وجود حالة احتلال معترف بها دوليا ومطالبة بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. حديث لمدة 3 عقود لا يتعدى الحديث والتعبير اللفظي بأهمية حل الدولتين دون اتخاذ أي إجراء فعلي لتحقيق هذا الهدف رغم وجود مقررات الشرعية الدولية.
فالتعقيدات المتصلة بهذه القضية هي لابد أن ننظر لها بمنظور شامل، ولابد أن نركز على وقف إطلاق النار، تعامل مع قضايا الأمنية، وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير. كل الخطوات التي تتخذ هي بغرض الدفع نحو التهجير. لا يمكن أن يظل الآن 2 مليون مواطن فلسطيني محاصرين في رقعة في الجنوب بهذا الشكل ولا يتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، ونتوهم بأنه هناك جهود تبذل لمنع التهجير. لم نرى جهود حقيقية لمنع التهجير، ومن ضمنها توسيع المساعدات. المساعدات يجب أن تكون نافذة إلى القطاع من كافة المعابر وليس فقط من معبر رفح. أن الإجراءات التفتيش من قبل إسرائيل تأخذ خطوات سريعة، وبالإضافة إلى الجهود اللي سوف تبذل على مستوى الأمم المتحدة بتعيين المنسق والولاية اللي تضمنها قرار مجلس الأمن 27/20 من وكالة الأمم المتحدة بإجراءات التفتيش ودخول هذه المساعدات مباشرة بعد إجراءات التحقق منها من قبل الأجهزة الدولية المحايدة. فحتى نستطيع أن نتعدى المرحلة الحالية ونتحدث عن المستقبل، لابد أن يتم وقف إطلاق النار حتى يكون هذا الحديث له معنى ويتعامل مع الأبعاد المختلفة، ومن ضمنها الأفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين، ليس من المنظور اللفظي ولكن من منظور التنفيذ. سؤال لوزيرة خارجية ألمانيا. برو 7 تفضلي. شارب تفضلي. سؤال من الجانب الألماني من قناة برو 7. شكرا جزيلا معالي الوزير سامح شكري. بعد نهاية الحرب وبعد التوصل إلى سلام متفق عليه على الصعيد الدولي، فأود أن أتوجه إليكم بسؤال: ما هو الدور الذي سوف تلعبه كل من مصر وألمانيا في مسألة التوصل إلى حل سلمي؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد أنه ألمانيا وما تطلع به من دور على الساحة الدولية وفي إطار الاتحاد الأوروبي والتنسيق الوثيق فيما بين ألمانيا ومصر يأهل الدولتين للاطلاع بمسؤولية تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. وبالتأكيد أنه قدرة كل من ألمانيا ومصر على التواصل مع الأطراف والتأثير ووضع الأطر المناسبة والحلول المناسبة بما فيها العمل على تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والسلام لكل شعوب المنطقة سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين، أمر نسعى إلى تحقيقه ونثق بأن لدينا القدرة المشتركة، وهذه القدرة تعزز بشركاء آخرين، بأن نجعل منطقة أمان ويعيش فيها كل الشعوب بشكل طبيعي، يحققوا التعاون ويتطلعوا إلى حياة أفضل. لكن حتى نصل إلى هذه النقطة لابد من التعامل مع الأمور الحالة سواء من حيث تحقيق الاستقرار والأمن للضفة وللقطاع، لإسرائيل، التعامل مع قضية الرهائن، التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، التعامل مع قضية المستوطنين والعنف الاستيطان، وثم الإقرار وتنفيذ حل الدولتين. نتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور والتعاون، نثمن القدرة الألمانية على التعاون المثمر. لدينا علاقة في إطار مجموعة ميونخ كانت لها
تأثيرها أيضا خلال المرحلة الماضية. هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنسيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك، ونثق أنه هناك مواضع كثيرة نتفق حولها نستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصبو إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة. ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع، ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع قد تكون له مفيدة من النواحي السياسية، ويغفل تماما الأثر المدمر على شعوب المنطقة. فهذه الأمور يجب أن نراعيها كافة، وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Wenn ich gerne noch auf das Vorgesagte. Auch von meiner Seite mein herzliches Beileid, insbesondere wenn Sie auch Ihre Angehörigen verloren haben. تعازي القلبية لكل من فقد حبيب أو فرد من أفراد الأسرة. بالطبع إن كرامة الإنسان وحياة الإنسان هي بنفس القدر من الأهمية، وبالطبع الصحفيين هم يتعرضون بشكل كبير جدا للخطر، ولكن عمل الصحفيين هو غاية في الأهمية في نفس الوقت. ولذلك أشيد بهذا العمل الباسل الشجاع الجريء في ظل هذه الظروف الصعبة، وأود أن أؤكد على بعض الأمور حتى وإن كانت هناك بعض وجهات النظر المختلفة، ولكن إننا نحزن على الجميع، نحزن على جميع الأرواح أيا كان موطنها. والآن أتطرق إلى مسألة المستقبل وتحديدا مسألة الحل السياسي. فنحن تحدثنا حول هذه المسألة وتبحثنا فيها. إن المعاناة التي يتعرض إليها الناس في غزة هو أمر لا يمكن قبله، لا يمكن أن نقبل هذا الوضع على مدى طويل. فيجب أن نضع حد إلى هذه الحرب، ونضع حد إلى هذا الصراع في المنطقة بأكملها. يجب أن يكون هناك أفاق مستقبلية للأطفال وللشباب، يجب الآن أن نفكر في المستقبل. ولذلك هذا مهم جدا أن نقوم بتبادل وجهات النظر فيما بيننا لكي نصل معا إلى طريق للأهداف المشتركة. لذلك أؤكد على أهمية التعاون بيننا. نحن كحكومة اتحادية ألمانية وأنا تحديدا كوزيرة اتحادية للخارجية أؤكد على ضرورة فترات الهدنات الإنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة، وبهدف وقف إطلاق نار على المدى الطويل. وأحيانا البعض يفهمونني بشكل غير صحيح، فإن وقف إطلاق النار يعني بالنسبة لنا نحن وقف إطلاق النار على كل الأصعد، على كل الجوانب. فلا يمكن أن يكون هناك خطر يهدد إسرائيل، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نغفل أن الناس في غزة يتعرضون إلى مأساة حقيقية. فلذلك الطريق إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والوصول إلى السلام لا يمكن أن نصل إليه إلا بشكل مشترك، بالطبع من خلال إشراك الفلسطينيين معنا وإشراك الشركاء الآخرين في المنطقة بالتعاون مع دول الجوار في المنطقة. ولكن يجب أن نعمل معا من أجل الوصول إلى الهدف السامي الأكبر. والآن أتطرق إلى السؤال الثاني.
هناك صورة أكبر للوضع. عندما نتحدث عن السلام المستدام فيجب تأمين الوضع لكي نتحدث عن الأمن والسلام المستدام. فيجب أن يكون هناك ضمانات للأمن والسلام في المنطقة. يجب أن نتأكد من أنه ليس هناك تهديد لهذا الاستقرار من جانب الإرهاب. فتحدثنا حول هذه المنطقة وسوف نستمر في هذه المحادثات حول هذه المواضيع. لا يجب أن يكون هناك تهديد مباشر لوجود إسرائيل. يجب أن يكون هناك حق للجميع للجانبين للحياة في كرامة وسلام. فنحن تحدثنا أيضا عن مسائل البنى التحتية فهذه أمور صعبة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين هم أنفسهم يجب أن يقومون ببناء بنيتهم التحتية والهياكل الإدارية الخاصة بهم. يجب أن يكون هناك إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. دون هذه الإصلاحات لا يمكن المضي قدما في هذا المسار. فلذلك نحن نتحدث عن هذه الأمور لأنها مهمة بالنسبة للمستقبل. أود أن أتطرق إلى نقطة ثالثة وهي أيضا الاستقرار الاقتصادي. ونحن نعرف هذا مهم للغاية بالنسبة للوضع وللاستقرار. ولذلك من المهم للغاية أن لا نفكر فقط الآن في المساعدات الإنسانية، فهي مساعدات لحظية تساعد الناس في هذه اللحظة، ولكن يجب أن نفكر أيضا في إطار دول مجموعة السبع كيف يمكن أن نمضي قدما في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية. يجب أن يكون هناك مستقبل اقتصادي آمن. فهذه هي الصورة كاملة. الأمور صعبة ومعقدة وهناك جوانب عديدة، ولكني على يقين يجب أن نكون نحن على قناعة بأننا نستطيع القيام بذلك. يجب أن نكون نحن على قناعة بأننا يجب أن نقوم بذلك وأن نسعى من أجل تحقيق ذلك. دون هذه القناعة لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ويجب أن نحقق السلام على الجانب الإسرائيلي للمواطنين الإسرائيليين وللمواطنين الفلسطينيين على الجانب الآخر.